فما هو الذي يجعلنا نعرض عن القرآن يا إخوان ولا نفهمه؟ لا بد أن نعمل به، نتدبره ونفهمه ونعمل به. فالله الله يا إخوان، الله الله الله، والله ما خلقنا في هذه الدنيا علشان نأكل ونشرب ونأكل، لا، إنما خلقنا للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخبرنا أحد الإخوة الدعاة يقول إنه في مجلس من المجالس الكبيرة والناس يتحدثون ويتكلمون، فقال لهم: يا إخواني اسمحوا لي أسألكم سؤال، من هو الذي منكم يقرأ القرآن؟ قالوا: كلنا نقرأ القرآن. قال: من هو منكم الذي قرأ قل هو الله أحد؟ قالوا: كلنا قرأنا قل هو الله أحد. قال: ما معنى الله الصمد؟ الله الصمد. يقول: ما أجاب إلا قليل. ثم سألهم سؤال آخر: من هو الذي قرأ قل أعوذ برب الفلق؟ قالوا: نحن قرأناها. قال: إذن ما معنى قول الله عز وجل: من شر غاسق إذا وقب؟ يقول: ما أجاب إلا قليل. فما هو الذي يجعلنا نعرض عن القرآن يا إخوان ولا نفهمه؟ لا بد أن نعمل به، نتدبره ونفهمه ونعمل به. فالله الله يا إخوان، الله الله الله، والله ما خلقنا في هذه الدنيا علشان نأكل ونشرب ونأكل، لا، إنما خلقنا للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. في الآخرة يا إخوان ما فيه إلا دارين. اعرف الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الدار الصحيحة، لا تكن من الغافلين. في كل مكان يا إخوان، في كل مكان لابد أن يكون الناس لهم معبود يعبدونه في كل مكان، إما أصنام وإلا رب. اذهب إلى الصين تجد الأصنام ما أكثرها، اذهب إلى أي مكان تجد الأصنام ما أكثرها، اذهب إلى المسلمين تجدهم يذهبون إلى المساجد ويقولون: نعبد إلها واحدا. فالآخرة أخبرك الله عز وجل أن فيها دارين فقط: جنة ونار. ما هو الذي تختار؟ العاقل يا إخوان يختار، العاقل يختار الجنة ويبتعد عن النار.